10 10 فلما طلع عذراء واعترف وهو بيعيط ووقع قدام بيت الله، اتجمع ليه من اسرائيل جماعه كتير قوي من الرجاله والستات والاولاد لان الشعب عيط عياط عظيم. وجاوب شكانيا ابن يحيئيل من ولاد عيلام وقال لعذراء: احنا خلنا الهنا واخدنا ستات غريبه من شعوب الارض، ولكن دلوقتي في امل لاسرائيل في ده. نقطع دلوقتي عهد مع الهنا اننا نخرج كل الستات واللي اتولدوا منهم حسب رأي سيدي واللي بيخاف وصية إلهنا ويتعمل حسب الشريعة. قوم لأن عليك الموضوع ده وإحنا معاك، اتشجع واعمل. فقام عذراء وحلف رؤساء الكهنة واللويين وكل إسرائيل إنهم يعملوا حسب الموضوع ده، فحلفوا. بعدين قام عذراء من قدام بيت الله وراح لأوضة يهوحنان ابن إلياشيب، فطلع لهناك وهو ما كلش عيش وما شربش مية لأنه كان بينوح بسبب خيانة أهل الأسر، وطلع ندى في يهوذا وأورشليم لكل ولاد الأسر عشان يتجمعوا لأورشليم، وكل اللي ما يجيش في 3 أيام حسب انتشارة الرؤساء والشيوخ يدفني كل اللي ليه وهو يفرز برا جماعة أهل الأسر. فتجمع كل رجالة يهوذا وبنيامين لأورشليم في 3 أيام يعني في الشهر 9 في 20 من الشهر، وقعد كل الشعب في ساحة بيت الله مرعوبين من الموضوع ومن الأمطار. فقام عذراء الكاهن وقال لهم: انتوا خنتوا وخدتوا ستات غريبة عشان تزودوا على خطية إسرائيل، فاعترفوا دلوقتي لرب إله أبهاتكم واعملوا اللي يرضيه وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن الستات الغريبة. فجاوبت كل جماعة بصوت عظيم: زي ما كلمتنا كده نعمل، لكن الشعب كتير والوقت وقت مطر وملناش طاقة على الوقت برا، والشغل مش ليوم واحد ولا اتنين لأننا كترنا الخطية في الموضوع ده. فيقف الرؤساء بتوعنا لكل الجماعة وكل اللي في المدن بتاعتنا خدوا ستات غريبة يجوا في أوقات معينة ومعهم شيوخ مدينة ورا مدينة والقضاة طحة لحد ما يرجع عننا غضب إلهنا الحامي بسبب الموضوع ده. ويونسان ابن عسائيل ويحزي ابن تقوى بس قاموا على الموضوع ده ومش لاموا شبتاي اللاوي ساعدوهم، وعمل كده ولاد الأسر وانفصل عذراء الكاهن ورجالة رؤساء الأبهات حسب بيوت أبهاتهم وكلهم بأسمائهم، وقعدوا في اليوم الأولاني من الشهر العاشر عشان يتحصوا الموضوع وخلصوا من كل الرجالة اللي خدوا ستات غريبة في اليوم الأولاني من الشهر الأولاني. فتلقى بين ولاد الكهنة اللي أخدوا ستات غريبة، فمن ولاد يشوع ابن يوسى ضاق وإخواته معشيا وأليعذر ويريب وجدليا وإيدوا إيديهم عشان يخرجوا ستاتهم وهم بيقربوا كبش غنم عشان خطيتهم، ومن ولاد إمير حناني وزبديا، ومن ولاد حريم معسيا وإيليا وشمعيا ويحئيل وعزية، ومن ولاد فشحور اليعيناي ومعسيا وإسماعيل ونسنائيل ويوزباد وعلعسى، ومن اللويين يوزباد وشمعي وقلايا اللي هو خليطة وفتحي ويهوذا وأليعذر، ومن المغنيين اليشيب، ومن البوابين شالوم وطالم وموري، ومن إسرائيل من ولاد فراوش رمية ويزية وملكية وميمين وعليعذار وملكية وبنية، ومن ولاد عيلام متانية وزكريا ويحييل وعبدي ويريموس وإيليا، ومن ولاد زفتو اليعيني وأليشيب ومتانية ويريموس وزباد وعزيزة، ومن ولاد باباي يهوحنان وحنانيا وزباي وعفلاي، ومن ولاد باني مشلام وملوخ وعدايا ويشوب وشقال وراموس، ومن ولاد فحس مؤاب عدنا وكلال وبنايا ومعسيا ومتانيا وبصلائيل وبنوي ومنسة، وولاد حريم اليعذر ويشية وملكيا وشمعيا وشمعون وبنيامين وملوخ وشمريا، من ولاد حشوم متناي ومتاسة وزباد وليفلط ويريماي ومنسة وشمعي، من ولاد باني معداي وامرام وأوئيل وبنايا وبيدية وكلوهي وونيا ومريموس وأليشيب
ومتانيا ومتناي وياسو وباني وبنوي وشمعي وشلميا ونسان وعدايا ومكندباي وششاي وشراي وعزرائيل وشلميا وشمريا وشلوم وأمريا ويوسف. من ولاد نبو يعقيل ومتاسيا وزباد وزبينة ويدو ويؤيل وبنايا. كل دول أخذوا ستات غريبة ومنهم ستات حطوا ولاد.